عقود ما قبل التشغيل. ها رقم واحد وليست الأخيرة لعمال عقود ما قبل التشغيل بولاية سكيدة الذين لم يجدوا حلا للتعبير عن معاناتهم سوى هذه الوقفة المتتالية. في تصريح لقناة السابعة طلبوا بإيجاد حل لمشكلة عدم توافق الشهادة مع المنصب بالتحويل إلى قطاع آخر وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 19336. أو القوانين كاينة، المراسيم كاينة. زيد شوف هذا واحد آخر. أنا يعدي من 2001، هذا من 2014، هذا من 2013. خلاص صار أنا كبرنا بدون وقفنا، خلاص تعبنا والله غير تعبنا. بنا أمراض مزمنة، نصلحوا نخدموا نسيقوا نعسوا مدارس ابتدائية، كم نعسوا مؤسسة ابتدائية. وين يفتح؟ وين يفتح؟ يفتح أصبع عمال شبكة، عمال تاع المطعم، عمال شبكة نحوطوا على الناس يدمجونا في آخر وقت. بس تالي عدوا خمسة زين. احنا نطلبوا من رئيس البلدية يسوي لنا وضع ثاني. وضعنا هذا رانا عيينا وما طبناش، وإحنا قف التمارة والعيا كل مرة يقولوا لنا قدوة بغداد شهر جاي شهر أخرى على هي يسوي لنا وضعنا ويطلع. احنا رانا من عمال الشبكة الاجتماعية وظل من عام 2002 من 2002 20 سنة عندها شبكة الاجتماعية. الشبكة انت تقول وش يخصهم هذول؟ ماذا يطالبون يعني؟ وش يحبوا؟ مناصب في سوناطراك، مناصب في السفارات، مناصب في الأماكن نتاع الطبقة الفاجرة. مساكن فقط باش يدمجوهم، بمعنى يعترفوا بهم كعمال ويعطوهم الحد الأدنى من تاع الأجر فقط. ولو عبيد مئات الآلاف من العمال الجزائريين هم عبارة عن عبيد اليوم، أو الملايين الأخرين راهم مش أفضل، راهو ربما برك هذاك راهو مرسم ولا. بصح الغالبية من العمال راهم عبيد، بصح البعض خلاص راحوا في حالة 20 سنة يستنى في الإدماج. مرات على منصب نتاع الساس، على منصب نتاع سائق 20 سنة، 20 سنة يخدمون فيما يسمى ما قبل التشغيل، ما كانش قاع الحقوق. بعضهم مات، بعضهم مسته الأمراض، بعضهم انتحر، بعضهم وين؟ هم واحد آخرين نتاع البي دي ولا الدايس. ها عبودية. هذون كاين اللي يدي منهم أقل من 6000 دينار، 5000 وشوية، معناها 25 أورو في الشهر، يعني أقل من أورو في النهار. واكم تشوفوا فيهم. طبعا كاين اللي يفوتها الزواج، كاين اللي يفوت هو الزواج، يعني كاين نساء لا تتزوجن أبدا مساكن، لأن ممكن الراجل اللي مرتبطة معاهم، وخاصة هذو اللي يكونوا في هذه العقود يكونوا في الغالب يكونوا مرتبطين مع بعضهم نساء ورجال يتلاقاو وكذا، فيقول لك أنا يخطبها وتخطبوا ونيش عارف. ومن بعد ما كانش سكن، ما كان مدخول، عقود هشة، مدخول ما يكفيهمش حتى تاع الترونسبور والساندويتشات. وين؟ راك مش تتكلم في بلد قال والله بلد ما عندهاش إمكانيات. يراهو الكمشة تاع العسكر، راه الميزانية ليهم هذا العام فقط 316 ألف مليار سنتيم بالرسمي،
و400 قريب 500 ألف مليار سنتيم بسعر السوق ميزانيتها. راكم تنحلوا 100 ألف مليار فقط، تخلي لهم غير 400 ألف بسعر السوق، تحل المشاكل نتاع أمم في الجزائر، بداية من قدماء العسكريين إلى العسكريين إلى البطالين. 100 ألف مليار استعباد، استعباد من المافيا العسكرية ومخابراتها الإرهابية. وكم ألوم هؤلاء الشرطة والدرك والقضاة وصحافي الرونجاس وقضايا التليفون اللي هما أيضا شادين العصا للشعب ويدخلوا فيه في السجون أو يكذبوا عليه أو يعتقلوه. أو راكم مجرمين يا من تقومون بهذه الأفعال وبهذه الأدوار، حقرتوا الشعب. عمال شركة إنجاز الطرقات والمطارات سيرة، عندهمش أجور. شركة مؤسسة إنجاز الطرقات والمطارات راه في احتجاج ضد هذا، ضد هذا الفساد، هذا فساد هذا اللي راه صار في الشركة هذا بزاف. رانا في عام كيما هكا السلطات، على السلطات العليا. السلطات العليا مش لها يا بيك، لها يا بالنهب. شوف هذه، شوف وين ساكن هذا. تفرجوا يا خالتي، شوف الملايكات الصغار ورانا راكدين. فين يا خالتي باش ما تقولوش رانا نكذبوا عليكم ولا؟ هذه هي الجزائر يا خالتي. ملايكة كيما هذا وش هو الذنب تاعو؟ تطيشه برا ترميه وتخليه، وش هو ذنبه؟ هذه البلاصه اش هي؟ في قسنطينه، الطريق الرطلي بين نوفالفيل وبوصوف، زواغي بالحاجين الباي. مطيشينو وفي الشتاء في هذه البلاد وفي اغلب الدول هذه اللي تعتبر بلدان راسماليه متوحشه، يعني يقول لك راسماليه المتوحشه الى اخره. لا تقطع عليك كهرباء في الشتاء، ولا يقطع عليك غاز في الشتاء، ولا يقطع عليك الماء ابدا. تخلصوش ما يقطعوش عليك الماء ابدا، لو كان ما تخلصوش 100 سنه. يبقاو يتصلوا بيك، يبعثوا لك واش عندك الا نساعدوك الى اخره. اما تريسيتي والغاز فما يقطعوهاش لا في الشتاء لا في الصيف الحقيقه. ما قدرش تخلص، يجيبوا لك كونتور، ينحوا لك الكونتور الاول، يحطوا بلاصو ما كونتور واحد اخر، ويقولوا لك ها هذا الكونتور الان يمشي بالدراهم pay as you go، ويحطوا لك فيه مبلغ من المال، وراك تعود ما خلصتهمش عام عامين ثلاثه خلاص يروحوا يبقاو يطالبوك. عمرهم اللي يقطعوا عليك الكهرباء تبقى بلا كهرباء، كانش بلا ما، ما كانش بلا غاز، ما كانش. طيب ساكن عند واحد وما خلصتوش عامين ولا ثلاثه هو يطالب بيك، يقدر يخرجك، يروح للقاضي يقدر يخرجك، لكن مش في الشتاء. أشهر الشتاء أعتقد 5 شهور ولا 6 شهور ممنوع إخراج واحد من سكنه في أشهر الشتاء، ممنوع. أو من بعد يخرج لك اللي يقول لك الجزائر دارت لولادها والجزائر دارت لولادها، يكذبوا عليكم الكاذب. لأن هذه البلدان اللي ما يقولوش درنا لولادنا، لأن المال هو مال الشعب، هو مش مال هذا الحكام جابوا من جيوبهم فداروه لولادنا، وما الشعب هي خزينة الأمة. هنا الحاكم عمره لا يقول درنا، يقول أنا الشعب جابني باش نخدمه، وهم يقدموا في المساعدات راهي عندهم ظروف اقتصادية صعيبة وارتفاع تضخم ومشاكل راهي مش سهلة في أوروبا، لكن ما كانش هذاك التوحش طرد الناس من بيوتها، ما كانش. طفل صغير ملايكة كما قال مرمي في الشتاء في بلاد هي 10 مساحة في العالم،
مئات الالاف من السكنات مغلقه في الجزائر، مئات الالاف. العاصمه وحدها من مصادر موثوقه ذكرت لي قبل سنتين او ثلاثه اكثر من 250 الف ما بين شقه وفيلا وسكن مغلق. العاصمه وحدها، وفي كل ولايه هناك الاف شقق. اللي خاطر شي تلقى الوالي، الكابيتان، الكوموندان، مانيش عارف، شيف سيكتور، يروحوا في كل مكان يدير فيلا، سكنة، شقة، وتبقى مسكرة وبسمو وهكذا. زيد شوف هذه أدنى متطلبات الحياة. ها هي الناس وين عايشة؟ القدرة دكتور علي تيق في مش لفوليات الحية، لا بالا ليل الظلمة خاف، من بيت قاعدة على وليداتي، من بيت خمم للصحة طيبن علي الحال. مشهد يفطر القلوب لأسرة يعاني أفرادها من لساعات البرد ومرارة العيش. محمد تلميذ في عامه الدراسي الأول، عجز والده الضرير عن تلبية أبسط رغباته كتوفير مستلزمات الدراسة أو جو ملائم لمراجعة الدروس. ما عندي لا فريش، لا ماكلة، لا غطا، لا حتى حية. مانيش نسخن وما عنديش البار، راك تشوفي وليداتي في حالتي. وليداتي ما يسوو ما ياكلوا، لا غالب بابا امرأة مريضة ما كاش اللي يجيب لها. راكم تشوفوا في حالة وليدي، ما يطيق يقرا، لا ضو، لا حالته مسكير، راكم تشوفوا في حالته، ما يطيقش حتى كبير يرجع دروسه، ولا غالب عليه. ماذا بيه من صحاب الخير يشوف لي كسولي وليداتي راهم عريانين وراه البرد وكرا يقرا، ولا غالب كارطاب وراه ما كاش، كسوتو حالته. أنا مويل، وما تجي تخدم. اعترافهم هم، قنواتهم هم.